الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ الواد ده مش ابنك. ايه ده يا هوب؟ فلاكه، الواد دماغه في حته تانيه خالص. يا باشا انا كل اللي بعمله اني باجر العيال دي من الدار. عايزك تطلع لي على المفتاحين دول واوعى تلخبطهم. مستر عصام اول ما يخلص معاك الدرس مش هيعرفك تاني. يا باشا العيال دي مخطوفه. ومين بقى اللي بيخطف العيال؟ واحد كده اسمه العتره. بتقر علينا يا بنت. معانا امر بتفتيش الدار. انا عارف هي مخبيه العيال فين. وحياة امي اللي انت بتعرفي اصلا من اساسه لربيكي. اطلعي انا. ظهر انك حنيت العيش الملاجئ. نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت اصلا مالكيش اصلا. انت اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما اربيكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انت مين يا بت؟ انت ولا حاجه. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ روح امك. وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجت أي حاجة كلميني. ايوه. الو، مين معايا؟ انا نورهان، كنت محتاجه مساعدتك. ينفع اشوفك دلوقتي؟ انا سبت الشغل ومعيش فلوس ولا عندي حته ابات فيها. انت ممكن تباتي هنا وانا هكلم حد من معارفي يشوف لك شغل. هو مش حضرتك قلت ان شقه مريم تبقى ورث ليا؟ انا عايزه مفتاحها عشان اقعد فيه. ايوه، بس لازم الاول نثبت انك انت بنتها عشان تاخدي الشقه بشكل قانوني. بس معلش يعني اعذرني في السؤال، هو حضرتك بتعمل كل ده من غير ما يكون ليك اي مصلحه؟ انا كل اللي يهمني ان انا اوصل للي ادى لمريم. عارف يا استاذ هلال، احسن حاجه عملتها انك حبست الزفت اللي اسمها ساميه دي وكل المشرفين اللي معاها في الدار. واضح ان انت كنت بتتعذبي هناك. تعذيب بس؟ ده مفيش واحدة فينا كانت بتنام مطمنة يوم واحد. كنت بدعي ان ربنا ياخدني ولا اني اشوف المشرفة اللي ضربها بيعلم على جسمي كل يوم. بنام بفتح عيني عشان خايفة من المشرف اللي بيفضل يلمس كل حتة فيا. أنا ولا قادرة أتكلم ولا أنطق. مريم كانت عارفة اللي بيحصل جوه الدار؟ حاولت أحكي لها مرة بس خفت من تهديد المشرفين وبعدها سبت الدار وهربت. ايه الحديد اللي انت حطاه ده؟ طب بتاكلي بالحديد ولا ولما بتيجي تنفي وبعدين جيتي تشن كده الحديده دي افرضي دخلت جوه ونزلت تحت علقت في زورك واتخنقتي وتموتي يبقى شكلك وحش قوي. حديد، حط حديد في مناخيرك وبقك، دي حاجه بنيله بنينه. شايف هلال عامل ايه؟ الدنيا كلها بتتكلم عنه، انت بقى لا حد اتكلم عنك ولا جاب ستك ولا عبرك. انت فاكر ان دي حاجه تزعلني يعني ولا ايه؟ يا عفيف، لولا اللي عمله معايا هلال كان زماني قاعد جنبك. اخويا، عارف يا عفيف، هلال ده مش صاحب عمري وبس، لا ده اخويا يعني اي نجاح ليه افتخر واتباهى بيه. انا كمان يا حبيبي، انا كمان نفسي افتخر واتباهى باخويا. شوف شهرته وصلت لايه.
جرى يا عفيف؟ انت مش عارف اخوك ولا ايه؟ انا عمر الشهره دي ما كانت تفرق معايا. يا اخويا الله يرحم، من امتى بقى الشهره ما بتهمكش؟ طب بكره شوف لما يكتب المقاله بتاعت الدار شوف شهرته هتتضعف ازاي. لا مش هو اللي هيكتب المقال. ايوه كده فرحني وقولي، انت اللي هتكتب المقاله؟ لا مش انا اللي هكتب المقال، انا اديته لصحفيه عندي اسمها نهى، هي اللي هتكتبه. كده بعد ما تكتب المقاله تشيل اسمها وتحط اسمك انت، صح؟ ايه ده ايه ده؟ جريعة في ايه؟ انت شيطانه يا اخويا، حتى الشيطان مش عارف ياخد معاك الحق ولا باطل، عمال اسخن فيك وانت البعيد. بعيد ايه يا عفاف؟ سائح. بحسب. كولي كولي. ازيك يا هيلو؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الموزه دي؟ احنا قلتنا عنب بقى ولا ايه؟ احترم نفسك بدل ما هو معلمك الادب. انا موافق تعلمني الادب على فكره لو هبقى مكانك. هو يقصد مكانتي العلميه مش مكاني هنا جنبيك يعني. يلا هات لنا حاجه نشربها. ماشي بس انت ما قلتليش مين الضيف برضه يعني. دي نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض الممثله؟ يعني موزة وبنت مريم رياض الممثله؟ ده انا اتصور معاها سيلفي بقى. سيلفي ايه؟ سيلفي ايه؟ عايز تاخد سيلفي اديك على دماغك الاول. قلت ايه؟ انت قلت لي تشربوا ايه؟ عصير مانجا. مانجا ده زيزو حفيدي. هو شاب شقي شويه ورزل وغتت وشبه السلمندر، بس انا بحبه. ايه السلمندر؟ معرفش بس هو شبه السلمندر. بابا عايز اخد رايك في حاجه. اهلا يا حبيبتي، تعالي اقعدي. نعم. بس تقولي بصراحه ومن غير ما تجاملني. ما انت عارف انا ابوك ما بيعرفش يجامل حد اطلاقا. قولي واوعدك اني مش هجاملك. طب اسمع، الاسم وحيد، جيت الدنيا ما اعرفش مين ابويا ومين امي، لقيت نفسي في دار من نار تحكمها الافعى براس شيطان، تضرب فينا وتعذب وتعلمنا القهوة المر. قصة قصيرة بتحكي حياة طفل في دار ملائكة الرحمة، أو بالمعنى الصحيح دار شياطين جهنم. الأطفال اللي جوه الدار دي اتعرضوا لأبشع صور الإهانة والتعذيب، ضرب وسحل اغتصاب وانتهاكات بجميع أشكالها. هذا هو الحال في جميع دور الأيتام في مصر. السلام عليكم. مين دي يا بابا؟ نورهان بنت مريم رياض، دكتور عماد ابني. ازيك يا نورهان؟ طيب انا هدخل انا بقى عشان عندي شغل بدري. داخل فين؟ هدخل انام في الاوضه. لا اصل نورهان ضيف عندنا، هي هتنام في اوضتي وانا هنام في المكتب وانت تنام مع زيزو. لا زيزو ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش عارف انام. بس انا عندي حل، عماد ينام عندك في الاوضه وانا بقى اخش اوضتي كده اشغل مزيكتي بقى ونورهان تيجي تنام عندي في الاوضه. يلا دي امشي من هنا. انت ما مشيتش ليه؟ ما انت قلت ياض وانا مش ياض. يلا امشي لاديك بالجزمه على دماغك. تسمع لك كده يا نورهان. مانجا بقى. يلا نورهان الحق نامي في الاوضه دي قبل عماد ما يغير رايه. حاضر، تصبح على خير. وانت من قبل. انت هتنامي بالحديد ده برضه هو في وشك كده؟ يا استاذ التحقيق مش عاجبك ولا ايه؟ التحقيق اللي انت عاملاه ده للاسف حلو قوي يا نهى. بجد يا استاذ خضتني يا اخي. الا بجد، ده بجد جدا كمان. التحقيق ده يطبع وينزل في عدد بكره، وهيكون مكانه مكان ما قال هلال شخصيا. ايه ده؟ لا طبعا، لا 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 ما ينفعش. ازاي ده استاذ هلال كمان يزعل؟ اه
يزعل ده ايه؟ اذا كان هو اللي قايل لي ان انت اللي لازم تكتب الموضوع ده واختياره كان في محله فعلا. تتكلم بجد يا استاذ؟ يعني استاذ هلال نفسه هو اللي موافق؟ ايوه. انا مش مصدقه نفسي، انا لازم اروح له البيت اشكره بنفسي. دوران يا اختي اليوم كله ما بعتيش حبايه واحده. طب وانا هعمل ايه؟ انا عملت كل اللي عليا. مش كل الناس بتحب تجرب الحاجات الجديده على فكره. في ناس بتخاف وفي ناس بتتريق على اسمها وبتقول لي ايه الفلكه دي. اعمل انا ايه بقى؟ يعني ايه؟ انا اول مره اشتغل في الجديد ولا ايه؟ انت ما بقيتيش شايفه شغلك. انا الظاهر كده غلطت لما مشيت البيت نورهان. البيت برقبتك. طب بتقل عليها لحد بالليل، في كام زبون جداد كده بيحبوا الحاجات الجديده دي. هستنى واشوف. بائع الموت. سنه 2007 كان بقالي فتره محدش بيطلبني في اي اعمال سينمائيه، لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صاد ضاد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون، وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. فعلا سافرنا وصورنا اول يوم، وتاني يوم واحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزه اخرج واستفيد باليوم، اخدت الكاميرا معايا عشان اتصور. وانا خارجه من الاوتيل قابلت صاد ضاد خارج ومعاه شنطه في ايده. ولما سالته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحابه. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعيه اللي في المكان، خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه، اللي اكتشفت إن فيها فلوس. الشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي مصدقتش اللي شفته. مخدرات. هو ابوك ده ايه؟ ما بيهمتش؟ كل ما يقابل رئيس الوزراء يتغير بعدها وزير، هو ابوك ده بيعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انت جاي لي عشان كده يا جمال؟ وانا اللي فاكراك بقى ايه زوج صالح وهغديكي بره؟ انت جاي تقطمني على حاجه ماليش دعوه بيها؟ ما اقصدش يا دودو، انا بس خايف على وضعي والثقه اللي حطها فيها رئيس الوزراء. ما تقلقش يا جيمي، ما تقلقش يا حبيبي،
هلال مش بالغباء اللي يخليه يعمل حاجه زي كده. طول امن القبض على سامية امين مديره دار ملائكه الرحمه ورحاب ناجي المشرفه بالدار ومنصور السيد الشهير بالعتره، وقد اعترف الاخير بقيامه باختطاف اكثر من 30 طفلا بهدف استغلالهم في اعمال التسول، وجاري التحقيق مع مشرفين الدار، وتم وضع الدار تحت رقابه الوزاره. وقد اصدر رئيس الوزراء قرارا باقاله وزيره التضامن الاجتماعي وتحويلها للتحقيق بتهمه التقصير والإهمال الكثيف. اتفضلي يا ستي. هلال بيه بيغير لنا وزير ورا التاني. أبوك هيمشي البلد على مزاجه. يعمل اللي هو عايزه طالما أنه هيفضل بعيد عننا. ما تشغلش بالك بيه. أبوك ده مش هيسكت غير لما يضيعنا زي ما ضيعك أنت وأمك. بابا السبب في موتها. اللي انت بتقوليه ده شكلك اتجننتي. امك ماتت عشان ما لقيتش فلوس تزرع كبد. استغفر ربنا يا غاده، ده قضاء الله وقدره. لولا مقاله ابوك اللي كان بيكتبها عشان يهاجم فيها الحكومه كان زمانها اتعالجت على نفقه الدوله. مش كفايه ضيع مستقبلي، دخلتش النيابة بسببه، كمان ضيع أمي. وهو ذنبه إيه؟ ما أنت عارفة إنه دايماً بيقول الحق، ما بيعرفش ينافق ويجامل. وأنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه ضيع أمي؟ عشان بس يعلق نياشين الشرف والمبادئ على صدره؟ أنا من النهاردة أبويا مات. هلال ده شخص فاضي وفاكر انه هيقدر يمشي الكون كله على مزاجه. ربنا ستر، ما طلعتش زيه. انسى بقى يا حبيبي، هنقعد نضيع الوقت كله في الكلام على هلال؟ اعتبره خرج من حياتنا. ولا انا ماليش نفس اتغدى بره زي ما دام نجله؟ والله ما بيحصل، انا ما بشوفهاش بس غير عشان الشغل. يلا بقى عشان وقع من الجوع. امال طبعا يلا، انت لازم تاكل وتتغذى. ولا انت عايز نجله تشمت فيك وتقول ان انت ما ما ايه يعني ما بتعرفش تاكل وهي بعيده عنك؟ يلا حبيبتي يلا يلا عشان ناكل. يلا يلا يا روحي. يا ابني انت جايبني على الكورنيش عشان تسكت؟ بتفكر في ايه؟ مش عارف يا ده. هو انا شاطر في المزيكا بجد؟ يعني ايه مستقبل فيها؟ ايه يا عز ده؟ انت على فكره لو مش موهوب ما كناش خليناك تمسك الفرقه. طب اعمل ايه؟ اسيب المزيكا واروح ادور على شغل؟ انا لو رحت دورت على شغل واشتغلت مش هلعب مزيكا. لو لعبت مزيكا ده هيأثر على المذاكره. لو فكرت ان انا اذاكر في ايه؟ في ايه؟ صلى على النبي، انت داخل على اكتئاب ولا ايه؟ مش عارف، كان نفسي يبقى ليا اب وام اخد رايهم في حاجه زي دي.
بحس انهم ضيوف في حياتي. وانا مش عايزة اقويك عليهم، بس انت راجل وتقدر تعتمد على نفسك. خلص بس ثانوية عامة وهترتاح. ايه ده بقى؟ كل الناس بتقول كده، خلص ثانوية عامة وهترتاح. كل يقول لك خش الاعدادية ركز فيها كويس علشان تجيب مجموع كويس، وتخش الثانوية عامة بقى المدرسة الحلوة اللي هي هترتاح فيها وتعمل كل الحاجات. تخش الكلية بقى بيقولوا لك ظبط نفسك وذاكر كويس علشان تتخرج منها بقى في شكل اجتماعي، وهتتخرج من الكلية مش عارف ايه والكلام ده كله. تخلص الكلية وعايز بقى تبدا حياتك، هوب تلاقي الجيش لابس في وشك. تخلص جيش تلاقي نفسك مسحول في مليون حوار. فين بقى الراحة اللي بيقولوا عليها دي؟ يا عم لو على الثانوية العامة بسيطة، انا هذاكر لك. يا ست روحي شوفي التاريخ اللي انت سقطتي فيه مرتين. ما هي مادة كلها حفظ ومعقدة. انا جدو قال لي التاريخ ده لو ركزت ان انت تذاكره علشان تنجح فيه عمرك ما هتنجح، انما لو خدته بقى على انه قصة كده وحدوتة وموضوع يبقى شكله كده هتلاقي نفسك عديت فيه بامتياز. التاريخ ده صعب ومش عارفين. بقول لك ايه؟ ما تيجي ننتحر. ينفع بكرة عشان عندي درس بس. شكرا. تفضل. مساء الفل يا عم عبد. ازيك يا استاذ؟ مساء الجمال. اضرب بقى اضرب. ازيك يا عبد صبور؟ اهلا يا مير. عنك يا حبيبي. الله، ده ايه الدلع ده كله؟ حلو؟ حلو قوي يا حبيبتي، بس ايه المناسبة يعني؟ هو لازم يعني عشان واحدة تجيب لجوزها هدية يبقى في مناسبة؟ بحبك يا أخي. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي. عندي النهاردة ميتنج لصفقة مهمة قوي. ادعيلي، لو نجحت هغير لك العربية. لا، لو على العربية نكثف الدعاء. أرجوكي من قلبك. سلام يا حبيبتي. أمان. سلام. سوء على مهلك. ما كانش له لزوم تتعب نفسك وتنزل توصلني. مش أحسن ما كان زيزو هو اللي وصلك؟ والله زيزو ده زي العسل. انا اللي صعبان عليا نورهان، معرفش ازاي مستحملك وهي قاعده معاكم. ليه؟ ده احنا ملايكه حتى. ملايكه نوع. مالك توترت كده ليه؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف مين اللي خد مكاني وجايله لحد شقته. اخرس يا حيوان، ايه اللي انت بتقوله ده؟ استني انت يا نهى، انت مالك بيها اصلا؟ نهى دي بتاعتي، واللي هيهوب ناحيتها هفرمه. ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك اشتريتني ولا ايه؟ اشتريتك. يلا. عيب اللي انت بتعمله ده. ارجع بقى يلا. يا حيوان. حاسب يا عماد. حاسب. يا لهوي. الحقوني يا ناس، حد يلحقني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الحقني يا استاذ هلال. ايه في ايه مالك؟ عماد وزياد بيتخانقوا تحت، وزياد رفع عليه المسدس. زياد مين؟ زياد طليقي، طليق الضابط بتاع الامن الوطني. طب ثانيه واحده، هكلم رؤوف. اتفضل يا مولانا. استنى يا مولانا، في حاجه لازم نتفق عليها في الاول. حاجه ايه؟ ما احنا متفقين على كل حاجه. القايمة. القايمة مكتوبة بالأسعار القديمة، ودلوقتي الدولار ارتفع، يعني كل حاجة غليت، يبقى بعد تعويم الجنيه لازم نعدل الأسعار في القايمة. حضرتك أنا مش بشتري غسالة، تعويم إيه بس يعني؟ مش معقول نرجع في كلامنا حضرتك. وماله يا حبيبي، ما كل الناس بترجع، جت علينا إحنا؟ افرض إنك طلقتها يا فندم. طلق
طلعها ازاي؟ انا لسه ما اتجوزتهاش. لا لا الطلاق ايه يا جماعه؟ ربنا ما يجيب طلاق ان شاء الله. عديها يا ماما بقى ما تحرجناش. اسكت انت يا واد يا عصام، خش البلكونه اتهوى. يا جماعه صلوا على النبي كده واستهدوا بالله. انا بقول يعني نقسم البلد نصين وخير الامور الوسط. لا احنا متفقين على القايمه من اولها. الله، هو لو يدرى ولا ايه يا مدام؟ انتوا عايزين تضيعوا حق بنتي؟ يعني انت عاجبك اللي مامتك بتقوله ده؟ والله يا رؤوف يعني كلمه بابا. ايه ده؟ ايه المفاجآت اللذيذة دي؟ مفاجآت؟ لا مفاجآت، انت لسه شفتي حاجة؟ ده انت بالذات قاعدة ومربعة في القلب يا نونو. نفس المعزة والله، ربنا وحده اللي يعلم. وحياتي عندك، وحياتي اللي تخلي بالك من جمال. او يبقي قوليلي صحيح ايه رأيك في البارفان اللي هتشميه عليه؟ هتتبسطي قوي وانت ماشية مفحفحة كده وهو مفحفح جنبك. أوعدك زي ما بتحاولي تبسطين أنا حبسطك، وهبسطه هو كمان، وهرجعهولك بالبرفيوم بس بريحتي أنا بقى. باي باي يا روحي. باي. قرف. إيه؟ أنت إيه اللي جايبك هنا؟ في إيه؟ أنت مش كنتي بتذاكري؟ خلصت مذاكرة. طب اتفضلي روحي روحي شوفي كنتي بتعملي إيه. يلا. طب أنت رايحة فين؟ مشوار. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف. ألف مبروك. يلا بقى يا أم عصام بقى زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. أيوة يا أستاذ هلال، معلش كنت مشغول ما عرفتش أرد عليك. بكتب كتابي بكتب كتابي بكتب كتابي بتجوز بتجوز يا أستاذ هلال. فعلا؟ طب أصل الحقيقة مش هينفع أجيلك دلوقتي. بتجوز بقولك بتجوز. طب أنا جايلك حالا حالا. أيوة أيوة حالا أهو حالا. لا مؤاخذة البطاقة. زغرتي. لا